من جانبه دانا مجلس الإنقاذ الوطني في المهرة استقدام 40 جنديا بريطانيا إلى مطار الغيضة بالمحافظة. وفي بيان له قال المجلس إن وصول الجنود إلى مطار الغيضة يعد ذريعة لاحتلال المهرة من قبل القوات البريطانية والقوات الأجنبية الأخرى. وأكد المجلس أن هذه التحركات تعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية عامة وسيادة المهرة على وجه الخصوص. محافظة المهرة محافظة سالمة آمنة مستقرة ولا توجد فيها مثل هذه الجماعات، وبالتالي أن هذه الإشاعات وهذه القوات اللي وصلت نحن نعرف تماما يعني مدى الهدف من وصولها إلى محافظة المهرة، وهو الهدف البريطاني القديم كذريعة لاحتلال محافظة المهرة وثرواتها وإمكانياتها. كل المكونات والأحزاب رفضت بشكل قاطع مثل هذه القوات، وايضا من سابق يعني اعلنت موقفها الرافض التواجد السعودي الاماراتي والان التواجد البريطاني الامريكي في مطار الغيضه وفي محافظه المهرة.